اولا مساء النور مالك، وثانك يو على الاستقبال الرائع اللي استقبلتني اياه في المطار. طبعا هو بومدين، وطبعا انا كثير بزاف بزاف فرحانه انه طبعا دزاير تي في استقبلتني، وشكرا. اول شيء عرب ايدل كانت تقريبا سنه وشوي، طبعا فادتني وكانت شيء مهم كثير بمشواري، والشيء اللي خلاني قدرت ابتدي بالمجال الفني كمحترفه مو كهاويه. واشتغلنا على الاغاني مع اداره اعمالي وارابيكا واكثر من يعني عالم منتجين، والحمد لله. واحنا عم نجهز يعني هلا بالعيد ان شاء الله اغنيه جديده، وطبعا حتكون اكسكلوزيف لكم ان شاء الله. بالك اليوم كل الجزائريين راح يتسالوا على واش جات كاميليا ورد الجزائر، واش راح تدير، عندها حفلات، عندها تسجيل، عندها سفر. صراحه عندي كم شغله خاصه بدي اعملها، وثاني شيء حبيت اشوف بلادي واشم ريحتها، لانه بصراحه انا مقصره من الناحيه هاي، لانه عندي سنين ما اجيت الجزائر، وبس اجت الفرصه على طول ركبت طياره واجيت. شكرا على المتابعه والاهتمام، وشكرا لك اخ مالك، لانه انت انسان راقي ومحترم، وبعرف قديش بعزك وقديش بتعزني. ثاني شيء بدي اقول شيء على رحمه الله على شهداء الوطن في تفجير او سقوط الطائره العسكريه، ودايما بلادنا فيها رجال، وان شاء الله يا رب تضل هيك مثل الورده المفتحه يا رب ان شاء الله، ورحمه الله عليهم ان شاء الله.